بلادي وتشيري فيا، في بلادي وتغاوي عليا، في بلادي وتغاوي عليا، في بلادي وتغاوي عليا، في بلادي وتغاوي عليا، شاد الفردي وتشيري فيا، شاد الفردي وتشيري فيا، شاد الفردي وتشيري فيا، شاد الفردي وتشيري فيا، في بلادي وتغاوي عليا، في بلادي وتغاوي عليا، تعيش تعيش الحرية، عيش عيش الحرية. الكتيب العام نقابة الاتحاد المغربي للشغل، شركة مطار محمد الخامس الدولي. حنا كمكتب نقابي هذاك تم الاستدعاء ديالنا من طرف الدرك الملكي بالدروة، بداعي ان حنا هذاك تعسفنا على واحد السيد موالي للاداره، وهذا الشيء هذه الاسطوانه كتكرر كل مره ملي كنحطوا ملف مطلبي باش على قبل الزياده في الاجور، تحسين الاوضاع الماديه والاجتماعيه للمستخدمين. وهذه النقطه كنا قلناها في جمع عام اللي درنا اخر مره، ان احنا اين فوا غنحطوا ملف مطلبي باش نحاولوا نحسنوا الاوضاع ديال المستخدمين، غيكون تعسف علينا وعلى المستخدمين بهالطريقه، حيت ماشي اول مره وقعت، وقعت الشركه اللي قبل سميتها وهذه ثاني مرة، وقعت ثاني مرة في الشركة، وهذه هي ثالث مرة اللي تم استدعاء ديالنا. وحنا كنطلبوا من هذاك الوزارة الوصية ولا الداخلية ولا رجال الأمن داخل مطار محمد الخامس بفتح تحقيق حول هذه الممارسة اللي كتمارس علينا. كاين مسؤولين ديال الإدارة في مطار محمد الخامس وإدارة اللي كيناوروا كيخطوا باش يهرسوا هذا المكتب النقابي ويشردوا 800 عائلة، لان المكتب النقابي نزيه وشريف، ما كيتباع ما كيتشرب هذا المصطلح هذا. هاد الناس هادو كيخطوا باش يشردوا 800 عائله، وهذه رساله من خلال هذا المنبر هذا كنبغيو نوجهوها للناس المسؤولين، والامن ديال مطار محمد الخامس خاصهم يتدخلوا باش يفضوا هذا المشكل، لان ماشي اول مره وثاني مره. هاد الشيء دارنا في الشركه نفس السيناريو دار مع الشركه المره الاولى وهذه المره الثانيه. كاملين خدامين في فرز وشحن الامتعه بمطار محمد الخامس، هاد الاخوه هادو ما بقاوش راضين على هاد الحاله اللي حنا كنتعرضوا ليها في مطار محمد الخامس، اللي هي ديال شركه المناوله، من شركه لشركه، كتجي شركه كتضرب بك ثلاث سنين كتلوحك لشركه اخرى، هاد الشيء ما بقيناش راضين عليه. حنا دابا ولينا كنطالبوا بالاندماج، بغينا نندمجوا مع الشركه الام اللي هي رام هاندلينك، بغينا نندمجوا معاها، ما بقيناش راضين بهاد الحاله اللي حنا كنعيشوها اللي كنعيشوها في مطار محمد الخامس. وهذا الشيء انا اللي كنقول، انا غير يلا مستخدم جديد، يلا دابا عندي اقل واحد فينا عنده هنا عنده 3 سنين 4 سنين، اقل واحد فينا عنده هنا 3 سنين 4 سنين. كاين الناس هنا اللي ضاربه 13 عام 14 عام 15 عام 16 عام، ناس يعني هنايا كبرات في هذا المطار محمد الخامس. واش هاد الناس ماشي من حقهم انهم يندمجوا مع الشركه الام؟ هذا الشيء راه اصلا كتخولوا ليه، هذا الشيء اصلا كتخولوا ليه وزاره التشغيل، يعني قانون الشغل كيخول اي عامل ضرب واحد المده مع الشركه انه يندمج مع الشركه الام. هذا الشيء ما كنشوفوش في مطار محمد الخامس. مطار محمد الخامس حاله استثنائيه. احنا جينا تضامنا مع الاخ الرافعي والمكتب النقابي بصفه عامه، لانه كيتعرض للمضايقات وماشي في ماشي في ماشي في المستوى ديالو، لان المكتب النقابي بعيد على هاد على هاد على هاد التهم اللي كيلفقوا ليه، وهذا بسبب ماشي من انا ما عمر شي نقابه كترتكب الاختطاف ولو سميتو الاختطاف والاحتجاز. ما كنعرفوش حنا شي مكتب، انا النقابه كتمارس العمل النقابي، العمل النقابي اللي شنو هو؟ هو المدافعه عن الحقوق ديال العمال. وفي هذا الاطار هذا الشركات اللي كتبنى هاد البيادق هادو اللي كيطيحوا كيلفقوا هاد التهم هادو وكتدعمهم ماديا ومعنويا باش يطيحوا المكتب النقابي في هاد المتاهات هذا، لاش باش دير واحد الروتار لسميتو العمل النقابي، باش ما يدافعش الملف المطلبي وما يطالبش بالحقوق ديالو الكامله، لان في هاد الشهر هذا بالضبط العمال كاملين جاهم مبالغ ناقصه ديالهم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.